المكتب يفتح الكتاب ويقول على الحاضر والماضي ويقول على الحاضر والماضي ويجيب لحباب من الباب للباب بفسخ وحجب وكلام فاضي بفسخ وحجب وكلام فاضي. انا رحت اوروبا وكبر القبه واكس لبنو الحمزاوي واكس لبنو الحمزاوي وانا رحت ايطاليا وخدت ميداليه ببركه سيد الغلباوي بركه سيد الغلباوي من بيريد نعمل له حجاب من بيريد نفتح له كتاب من بيريد نقرا له الكف من بيريد نقرا له الكف من بيريد نقرا له الكف. قرب يا حاج وحيي وسلم خليه يشوف كفاك يا معلم خليه يشوف كفاك يا معلم. هيدي فيه حكاية عظيمة صارت بلغ صار جسيمة هن مكتوب انك غلطانة ليش مرضيتي بشغل عظيمة شغل عظيمة؟ ايوة يا بلبل هي السيمة والاتنين اللي طردتيهم من سوء بختك ما طوعتيهم دول عاوزيني اطلع ست طب وايه يعني؟ انكتني يا بيت بس استني واسمع مني ما في راجل عاش متهني طب ما انا راجل وانا ما انا راجل ما في حد بيسأل عني شغل عظيمة مجد ومال قيمة وسيمة وراحة بال وراحة بال والسهرات والحفلات عز وشهرة وعربيات يا خسارة ثلاث خطوط لكن في ثلاث شروط حنقولها لك بالمظبوط ما بنريد عليها نفوت قولي عليهم قول وحياتك وانا خليك تخرج مبسوط بكره الصبح الساعه 11 قبل ما تيجي الساعه 12 حط النار في طبق منور ثم هات الهلبن وبخور واما تلاقي ريحتها تفوح خش وسيب الباب مفتوح واما تخط اتنين بالظبط تفضلي خط بغمضة عين ثم تبص تلاقي بقدرة قادر قم معرفش منين يلا يا ستي اتكلي على الله يلا يا ستي قولي ان شاء الله 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 ان شاء الله